السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، تفضل. الصباح الشيخ، أنا كنا في صحن عمل، كنا في المعادي. هل سمعني كويس؟ أعد سؤالك. كان في صاحب عمل كان متفق معايا ان انا هشتغل معاه 8 ساعات، وهو كان يعني كان متفق معايا على راتب كويس وكده، بحيث ان انا يعني ما اشغلش بالي بان انا مثلا يكون عندي وجبه دخل تاني او كده عشان اكفي نفسي يعني. فالمهم جه بعد شهرين او كده تخبط هو شويه مع الشركاء، وخطه العمل ما مشيتش زي ما هو عايز، وابتدى يقول ان هو هيبيع المكان ويعني ابتدى يخليني قلقان يعني. فانا الصراحه كنت يعني قعدت ادور كده ان انا يعني اشتغل شغل اخر وكده، وبقيت حتى اديله في وقته اكتر من 8 ساعات، اشتغل مثلا 12 ساعه 10 ساعات على حسب اليوم يعني. فانا العمل الاخر ده اللي انا يعني بقيت اجيب عقارات وسواء ليها وكده، احيانا ساعات في اوقات العمل اللي هم اقل من 8 ساعات بشتغل الشغل ده، ويجي لي تليفونات ساعات استاذن مثلا نص ساعه وارجع وهكذا يعني. مش بعد الثمان ساعات؟ في خلال 10 ساعات او 12 ساعه بعمل الشغل ده، بس بدي له حقه 8 ساعات وزياده يعني. طيب خلاص، ما عليك مشكله يعني، لو جالي تليفونات في وقت الشغل جالي حاجه مفيش مشكله. هو ما دام انت تؤدي العمل على الوجه الاكمل، هل ردك على الهاتف يعطل عملك؟ لا، هو المحاولة شغال يعني، يعتبر محل انا واقف فيه بس ما عملش حاجه، بيجي الزبون بقفله خلاص. خلاص، لكن لا تطلب من محل الهاتف؟ لا لا اكيد لا خالص. لا تطلب من تليفون؟ احيانا يعني احنا مسموحين باستخدام الانترنت في المحل. نعم، احنا مسموحين باستخدام الانترنت، فساعات مثلا على النت ولا حاجه بشوف حاجه برفع حاجه كده عادي يعني. الله يعلم نفسي من المصلح، خلي الامر يكون لك ولا يكون عليك. نعم شيخ، انا بارك الله يسلمك.